الدكتور فلاني وقال لي انا جسمي هيرفض الدهون، مفيش حاجه اسمها كده. الفيلر المفروض ما يبعجرش، اللي بيبعجر مش الفيلر، اللي بيبعجر طبع حضرتك انك تحطي كتير. لو حطيتي قليل برضه مش هيبعجر قوي. طبعا طبعا اللي بيبعجر الفلوس الكتير. دكتور أمل بركات، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بمستشفيات المانع بالمملكة العربية السعودية، عضو الجمعية الأمريكية والمصرية للتجميل، عضو الجمعية الأفرو أسيوية للتجميل، حاصلة على البورد الأمريكي. أهلا بيكم، النهاردة يوم مهم جدا. خلي بالكم إنه جمال المرأة اختلف عبر العصور. في 1910 يعني من قرن وشوية كان جسد المرأة شكله بيسموه جيبسون جيرل، هو أساساً كانت رسمة رسمها الفنان تشارلز دانا جيبسون، وده عمل لوحة اسمها جيبسون جيرل، وكانت هذه هي مقياس الجمال، جسم الممتلئ الخصر النحيل إلى حد ما فخدين عريضتين، ده كان هو الجسد. في 1920 الشكل المثالي كان مختلف، انه بدأ يبقى الكتفين والخصر عريض شوية، وبدأت تبقى هي الشكل بتاع المرأة. في 1930 بدأت بقى جين هارلو تغزو السينما، وهي بقت أيقونة الجمال في الوقت ده، كتفين كانوا عريضتين وخصر نحيل، يعني برضو الخصر النحيل موجود. عشان بس أسهل لكم كمان، 1900 بقى و 40 جاءت مارلين مرو، كانت دي القفزة. مارلين مرو 1940 و50 صح، في 1950 جاءت مارلين مرو. مارلين مرو بقى عملت ايه؟ عملت شكل وايقونة جديدة، اللي هو خصر صغير وانوثة فخدين عارضتين. وعلى فكرة اللي عملته مارلين مرو او الشكل بتاع مارلين مرو ده، مرت سنوات النحافة بدأت تاخد شكل فيهم 60 و70 وبتاع. في 2000 وبعد الألفينية، في 2008 و9 جاء واحدة تانية خالص بعد كام سنة من مارلين مونرو، بس فيها نفس مواصفات مارلين مونرو، اللي هي كيم كارداشيان، اللي هي نهاية الشكل الأنثوي، آخر شكل أنثوي موجود في العالم دلوقتي، اللي هو قريب من شكل مارلين، قريب من الخمسينات. السبعينات والثمانينات كانت النحافة، لكن رجعت الانوثه تبقى موجوده، بس الانوثه دي في ديسفيجرمنت، في ست ممكن تلاقي جسمها مش متناسق وحته مختلفه عن حته. هنا جاءت تقنيه الفات ترانسفير. تعالوا النهارده نقرب من هذه التقنيه ونفهم ما لها وما عليها، ونفهم كلام مهم قوي في الحكايه دي مع ضيفتي العزيزه اللي منوراني النهارده، دكتوره امل بركات، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر، عضو البورد الامريكي وعضو جمعيه الافرو اسيويه للتجميل، واستشاري سابق بمستشفيات المانع بالمملكه العربيه السعوديه. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتور امل. عايزه اتكلم على الاول، كلمه فات ترانسفير تعني ايه؟ نقل الدهون بمنتهى البساطه، هاخد من مكان احطه في مكان، طبعا لنفس البني ادم، عشان ساعات بيسالونا ممكن من حد لحد، لا طبعا هو نقل الدهون من مكان لمكان. نقل الدهون لنفس البني ادم. نفس البني ادم. كيف تتم هذه؟ هي احنا بندو بنج موضعي في المكان اللي هي هتاخد منه الدهون، وبنج موضعي في المكان اللي هتحط فيه الدهون، ده اللي احنا ماشيين عليه. لو هنقلل طبعا دهون كمياتها معقوله او صغيره يعني، بس ده المتبع عليه دلوقتي الاتجاه للبنج الموضعي، ما بقاش دلوقتي حد بيعمل بنج كلي كتير زي زمان. انواع نقل الدهون ايه؟ لو انت عايز تتكلم على ليه بنحط لها دهون، انواعها ليه احطها ليه، ولا قصدك ايه؟ انا بيبقى شكلها ايه، الاشكال المختلفه ده وده. لو احنا هنتكلم على انا بحطها ليه، يعني هنقل ليه، او ايه نوع نقل الدهون اللي انا عايزاه النهارده. انا بقلل الدهون دلوقتي علشان اربع حاجات، عشان الناس فاكره ان حلل الدهون علشان ان انا بكبر بس، لا هو مش بكبر بس، يعني انا ممكن انقل دهون عشان واحده رفيعه قوي، او واحده نحفت قوي في وشها، او في ايديها، او في صدرها، او في البيكيني، او في الهانش من ورا، اكبر. يبقى انا اول حاجه بكبر، بدي فوليوم، بدي حجم. يبقى انا اول حاجه بستفيدها من الدهون حجم. الحاجه الثانيه نضاره،
مجرد بس ان انا تنور شويه ريجوفينيشن شويه نضاره، دي ممكن يبقى في الوش وفي الايد، ودي بتبقى طبعا كميات صغيره مجرد ان انا احطها انها تديها شويه نضاره لفتره اطول، لان معظم ابر النضاره اللي هي متصنعه بتبقى لفتره محدوده، انا لما هستخدمها من الدهون هتديني فتره اطول وهتبقى امان، لان دي حاجه ما جابتش من بره، يعني جايه من نفس الست. الحاجه الحاجتين التانيين اللي هم مهمين قوي الحقيقه، الدهون دلوقتي بنستخدمها في حاجات ياما، بس بالنسبه لمجالنا احنا حاجتين كمان مهمين. اول حاجه الجروح والحروق هايله جدا جدا جدا، انا مش بحطها عشان يعني حتى لو في منخفض في الجلد نازل هتديني حجم وتعلي، بس كمان مش كده، الخليه الدهنيه نفسها لقوا ان هو شابك فيها، واحنا كدكاتره عارفين ان مشبوك فيها الستيم سيلز او معها ستيم سيلز، انا هاخد الستيم سيلز دي بس مين اللي شايلها لي؟ الدهون. هدخل بقى بالستيم سيلز احطها في جرح في حرق، نتائجها هايله، بس يعني فعلا لو الناس عملتها في الحاجات بتفرق قوي، ما بيبقاش بقى ليزر زي زمان او درمابان او ابر ميزوثيرابي وبتاع، لا في حاجه جايه لي من جسمي هديه، جايه لي حاجه اسمها ستيم سيلز من جسمي مش متصنعه من بره، هتتحط في الحروق والجروح هتنطي نطه كبيره قوي، لما اجي اعمل بعد كده معاها ليزر او اي حاجه يبقى انا يعني زي ما نقوله ايه كذا ستيبس عدوا، لو انا هعمل مثلا 20 جلسه ليزر انا عملتهم مره واحده بشويه الدهون اللي انا حطيتهم دول واكتر كمان. الحاجه الرابعه الاخيره هي استخدام الدهون في الشعر، في تتقيل الشعر. انا عندي حالات لصور لشعر عاملاها بالنانوفات بس، اللي بيشوفها بيقول لي هو انت زرع لهم شعر؟ اقول لهم لا انا مش عامله زراعه، الحالات دي نانوفات بس او دهون بس، فعلا نتائجها حلوه جدا جدا في تتقيل الشعر، مش الصلع الجامد طبعا، في تتقيل الشعر لو كان في شعر خفيف، حلو قوي 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 في الشعر. ايه اماكن حقن الدهون؟ اماكنها بالنسبه قصدك لل الترانسفير اللي تحتاج، زي اللي احنا قلنا زي كنا هنحط حجمه، فهيبقى في الوش في البكيني في الصدر، يعني اي مكان انت فيه انخفاض وعايز تعليه هتحطه. يعني في ناس ساعات حتى بتيجي تقول في خفستي مثلا من الجنب علهم لي او في الهانش او يعني اي مكان احنا عايزين نعلي بنعلي فيه مفيش مشكله. الاماكن دي بتختلف، يعني تختلف الدهون من حته لحته نوعيتها افضليه ان انا اخد يعني انا بفضل اخد من الفخود ومن البطن، بتبقى دايما الدهون بتقعد مده اطول وجميله واخدها سهل ومش مزعجه بالنسبه حتى لما اجي اخد من هل كل الحالات تنفع معها حقنتهم اللي تحتاج؟ لو انا شايفاها ان هي فعلا انديكيتد انها تحط تحط، يعني ما يبقاش مثلا انا يعني انا شايفه ان مثلا المريضه ديت هتخش تعمل مثلا بعد كده تكميم معده واعمل لها لون في الوش، يعني لازم يبقى هي محتاجه فعلا ان هي خلاص هي خست، هي محتاجه نضاره، هي عشان شعرها، ما انا ما فيش جلد او ما فيش بني ادم او ما فيش بادي يرفض الدهون، عشان انا ساعات بتيجي تقول لي المريضه مثلا انا رحت للدكتور فلاني وقال لي انا جسمي هيرفض الدهون، مفيش حاجه اسمها كده، هو ممكن ما بيعملهاش، مثلا ما فيش جسم يرفض الدهون، يعني انت حطيت له دهون هيرفضها ليه؟ ده من دهونك انت فهيترفض ليه؟ يا اما هيتحطت غلط، هتحط كميه قليله مثلا فما فادتهاش، اما رفضها ما فيش جسم بيرفض الدهون. الخطوات بتتم ازاي بقى؟ ببنج موضعي زي ما قلنا، انا حد بنج موضعي حلو يعني، وبعدين ابدا بقى اسحب الدهون، انا هشوف بقى اذا كنت انا محتاجه مثلا لفوليوم يبقى انا هاخد دهون مايكرو او ماكرو حجمها كبير، ودي بتفرق معايا وانا باخد في الكانيولات، يعني زي ما احنا عارفين كدكاتره الكانيولات بيبقى لها فتحه اوبن، فلو فتحه كبيره هتطلع لي دهون كبيره، لو فتحه رفيعه هتطلع دهون رفيعه، النانو فات لها كانيولات مخصوص بتبقى عامله زي الخلاط كده، بتدخلها في حاجه تطلع لك زي اكنك ضربتها في الخلاط، دي اسمها النانو فات، فانا هاخد ماكرو هاخد مايكرو هاخد نانو في الحته بقى اللي انا عايزاها، مثلا تحت العين بنحط النانو ما بحطش المايكرو عشان ما تعمليش تعرجات او حاجه، في الحروق بحب النانو، في الشعر بحب النانو، هتدي حجم حط بقى ماكرو مايكرو حط بقى حجم كبيره زي ما انت عايز. احنا قلنا جزء من مميزات، هل في مميزات اخرى للنانو فات؟ امنه، يعني اعتقد ان هي امنه اكتر من الفيلر. الفيلر برضو ليه، ما يعني هو حلو طبعا مش هنقول حاجه، بس اكيد طبعا دلوقتي الشركات كتيره والانواع كتيره وطرق الحفظ اختلفت، فهو امن بكل الاحوال، هو امن بيعيش مده اطول، ارخص
حاجه خدتها من جسمك، خدت بكام؟ خدت اخد 20 اخد 30 اخد 200 براحتي، ده باخدها من جسمي. غير بقى لما يكون مثلا حاجه انا بشتريها، انا بشتري بحاسبك اذا حطيت ملي حاسبك على ملي، حطيت 2 ملي ما انا براحتي باخد. ففي كل الاحوال الدهون حلوه، ارخص، امن، هي بس متعبه، هي متعبه شويه، بس الواحد المفروض يضحي عشان حاجه هتفيده، فممكن يضحي شويه بشويه التعب اللي هيحسهم. نقرب شويه من النانوفات، احنا قلنا كلام حلو عليها، هل في سبوت لايت اكبر للنانوفات؟ النانوفات انا بعتبرها يعني هي الساحر اللي جاي، هي حلوه جدا جدا جدا، لدرجه ان انا بحاول ان انا كمان اكيفها. لو يعني انا بدات دلوقتي مثلا احقنها في حاجات يعني بيتكلموا عنها في بيبرز بس لسه ما خدتش، بس هي فعلا يعني انا حاسه ان احب لها كمان رول كتير. حتى دكاتره اللي عندهم دكاتره البطنه والجراحه اللي بيبقى عندهم قرح مش بسهوله بتقفل بيستخدموا النانوفات دلوقتي. النانوفات دلوقتي بيستخدم كمان في المفاصل، يعني في تعب المفاصل بيستخدموه كمان، او بيستخدموه البلازما بتوع العظم دلوقتي بدأوا يستخدموا النانوفات، بس مش موجوده في مصر بس انا شفتها بره. يعني فالنانوفات دلوقتي هي ستيم سيلز داخلالي، احطها بقى في الحته اللي انا عايزاها. هي فيها صفات الستيم سيل طبعا. ستيم سيل انا احطها زي ما انا عايز. واحنا بنقرب تحت العين، يعني مثلا تحت العين هنا امتى احط فيلر وامتى احط نانوفات، ولا الاثنين ليهم؟ لا الاثنين حلوين. انا بخير المريض بفهمه، دي هتقعد معاك سنه، دي هتقعد معاك على طول، دي امن، دي اشوي. طبعا الفيلر برضو بيبقى حلو، بس الدهون بتقعد مده اطول واسهل في انها تمنى المكان تدي حلو. يعني السيده دي مثلا ما كانت رافضه تعمل عمليه، يعني هي المفروض تروح تعمل عمليه بالبافي ايل تحتها، قالت لي لا انا مش عايزه اعمل عمليه، حطت لها دهون حلوه جدا. يعني شويه نانوفات صغيرين كده وبتدي حل. الحاجه الوحشه كمان في الفيلر تحت العين وشفتها كتير حتى في الانواع الجديده اللي بتظهر، بتعمل حاجه اسمها التندال افكت، يعني بيبقى الفيلر يطلع على فوق بعد سنه سنه ونص، وساعات قبل كده كمان، ويروح يعمل لك هالو كده بلو، هالو بلو تحت العين، تضطر تشيل بقى الفيلر، يعني تعمل له بانزيم بتاعه الهيرونديز انزيم تدخله وتدوب الفيلر علشان تحط فيلر جديد. دي مش موجوده في الدهون، يعني التندال افكت او اللون الازرق اللي بيطلع دي مش موجوده في الدهون. مثلا حاجه زي دي، دي خدها مثلا، يعني دي بنوته خدها كان عايزه تملى خدها شويه وتعمل شويه نضاره حلوه، بقت مبسوطه جدا. يعني ده والله احلى من الفيلر، انا بحبه اكتر من الفيلر. هو يعني حاجه ببلاش، ده حاجه ببلاش كده. وبعدين ممكن تكون عندها ديفو، عندها جوانب مش عايزاها، عندها في ديفو، عندها بطن بعد ما ولدت بطنها صغننه مثلا، ممكن ناخد منها تقلل شويه، مش لازم تعمل طمي طبق. مين الست يعني النادره اللي عندها بطن؟ لا في لسه. النتائج بتظهر بعد قد ايه؟ يعني الفيلر ايميديت وبرده الدهون بتاع الايميديت. بس اول اسبوع بتبقى ورمه طبعا، ما بتاخدش الانطباع بتاع اسبوع، الاسبوعين الاولين ما تاخديش انطباع فيه، لا تفرحي قوي ولا تزعلي قوي لان لسه مش هيبان. بيبدا من الاسبوع الثاني معاها لغايه 3 شهور ولسه الدنيا بتظبط نفسها. بعد 3 شهور بتبدا تقل شويه، فساعات بيبقوا زعلانين دي قلت اقول لها بس اصبري شويه، بعد فتره بتلاقيها ترجع تنمو تاني. وبعدين الحلو في الدهون انها بتدي احساس ناتشرال، يعني بتبص للبنت تقول شويه مين قبله مين بقى، ما فيهاش معلش سوري يعني البعجره بتاعت الدهون. يعني في ناس ساعات بتجي لك حاطه بتاعت الفيلر دهون، الفيلر فعلا بيبقى باين، بيبقى الدهون ما تعملكش الزياده قوي دي. دي نانوفات في الشعر قبله وبعد. حلو ده، جميل. والله جميله جدا. ده نانوفات بس، نانوفات بس، مع اللي هو عباره عن بلازما ونانوفات اللي هي دهون مخففينها بالبلازما. يعني يعني حتى اللي عندهم شويه تساقط بساط يستفيد ممكن. بس يعني هو طبعا لما بقولها حط دهون وبتاع، لو هي عندها حاجه بسيطه شويه المحله زي دي لا عايزه اي حد يسعفها. الحاله دي كمان جميله جدا، دي كانت بعد جلسه واحده. يعني هي البنت راحت صورت لي الصوره، هي اللي بعتها كمان مش انا اللي بعتها، بعتت لي صورة لبص يا دكتور، فدي كانت من جلسه واحده. هل لها اثار جانبيه؟ الدهون كلها تعقيم، نظافة، مكان نظيف، شغل مكان متعقم ونظيف وخلاص. الانفكشن كنترول هي اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه في وفي الفيلر برضو نفس الكلام، وفي الفيلر برضو بس في الدهون اكتر. لان الدهون بروسيدجر دبل، انا باخد وبحط الفيلر خلاص، انا بحطه خلاص. ماشي، بس هي كلمه حقن عموما مرتبط بالانفكشن كنترول. بالظبط كده، لازم اكون انا متاكد انه الحاجه ما فيهاش انفكشن، سواء فيلر او بوتوكس او دو اي حاجه بتدخل بالظبط، لازم تكون عشان هتعمل مشاكل. اهم حاجه
هل ممكن اعمل كومباينيشن يعني واحده عندها فيلر تحقن؟ اه ممكن تحط بعض الفيلر دول، بس بعرف النوع، انا بعرف هي حطت ايه، يعني في انواع فيلر سيئه، فلو انا عارفه النوع اللي هي حطته خلاص خلاص حطي، ما فيش مشكله ممكن تحطي. الشفايف تفضلي لها فيلر ولا دول؟ ممكن كده وممكن كده. ايه الميزه بتاعت ده والميزه بتاعت الميزه الفيلر؟ انها بترسمها حلو، يعني ممكن تاخد اللاين وترسم تنزل وتطلع حلو، لانها سوفت، الفيلر سوفت قوي، فممكن تعمل بقى تحدد وترسم حلو بالفيلر. الدهون شويه ثيك شويه ثقيله، فممكن التحديد ما يبقاش حلو زي ما تاخد قلم رفيع ترسم بيه كده، اما انا هما الاثنين حلوين برضو. هما الاثنين حلوين. الشيك الوجنتين اللي هم موضوع دلوقتي، انا بحب الدهون طبعا، كل حاجه بحبها دهون، يعني انا كل حاجه بحبها دهون عن الفيلر. الشيك بقت موضه دلوقتي الوجنتين. آه بس في ناس بيعملوهم غلط، يعني في ناس بحس انها يعني مبالغ اوفر يعني اوفر. انا في ناس تخش لي من على الباب اقول لها انت حاطه فيلر فين؟ فتقول لي انت عرفتي ازاي يا بنتي حبيبتي باين يعني مثلا. آه واضح انت حاطه فيلر. هو اكتر حاجه ممكن تخوف في موضوع الفيلر الاوفر انه بيغير ملامح، يعني انا بشوف واحده وعلى فكره ما حدش يزعل مني لما يقابلني في مكان مساء الخير اهلا وسهلا مين حضرتك انت مش عارفني لا انت غيرت شكلك حتى في التلفزيون ساعات الواحد بيقول مين الممثلة دي؟ لا لا دي كارثة كانت في رمضان. أنا ساعات بقى أركز مين دي مين فيهم. في رمضان أنا تعبت من الحكاية دي، يعني أنا حسيت إن كل وجوه جديدة، أتريهم مش وجوه جديدة، كل وجوه قديمة، بس هو الوجوه الوجه نفسه في حاجات بتتعمل غلط تماما. ومسة الدهون هي بيبقى في جزء منها بيمتص، يعني مثلا لو انا حطيت مثلا 40 سنتي بيمتص منه 30% تقريبا. ففي الاخر بتبقى برضو ناتشرال لانه بينزل، فبيتبقى شويه فبتبقى ناتشرال، بتبقى بطبيعتها يعني ارتوت شويه. انا بقول لهم انت هترتوي شويه، ما انا مش هتبعجر، يعني ما بحبش انه يبقى اوفر، يعني هترتوي شويه ودي بتبقى حلوه برضو. الفيلر المفروض ما يبعجرش، اللي بيبعجر مش الفيلر، اللي بيبعجر طمع حضرتك انك تحط كتير. لو حطيتي قليل برضو مش هيبعجر قوي. طبعا طبعا اللي بيبعجر الفلوس الكتير. بكلم كده والله، يعني في ناس فعلا بتيجي تحن كل شهر لا ومعاها فلوس اصرف. هي مش عربيه بنحط لها اضافات اكسدامات قدام وجوانب مش عارف ايه وبنصرف عليها كتير، وحتى ده ممكن يبوظ شكل العربيه. اذا كان العربيات في ناس اشوفهم اقول له انت مبوظ شكل العربيه، حاطط اكسدام كبير قوي قدام وجوانب، عتب بيسموها عتب عندنا في العربيات، والرجل والورا الشنطه ما اعرفش نفخها ازاي وبتاع. الناس مش المفروض تعمل كده، اذا كان العربيه شكلها بيبوظ لما بتعمل كده فما بالك وشك هيبوظ. في حد انا شفته انا اتخضيت، هي مش واخده بالها ان الخدود حمل على حمل، يعني تقيله. وفي التمثيل بقى الكاميرات والزوم، كلام للإخوة الممثلات، خلي بالكم الكاميرا الزوم دي بتقرب فبتبين جدا القصة، يعني بتلاقي الدنيا. تعالوا نسمع أبو العريف. أبو العريف دي شخصية احنا بتكرناها، معرفش انتي شفتيها قبل كده؟ معرفة ما شفتيهاش. لا حد بيفتي وانت طبعا عندكم الفتي في الجلدية والتجميل ده حاجة very common يعني. تعالي سمعك أبو العريف، قولي أبو العريف. بيشة هي مش حابة الفيلر والبوتكس، بتقولك مواد صناعية وهتقعد تتعادل عملية كل شوية. راحت وجت واستقرت على حقن الدهون الذاتية، قلت لها مش عاوز احبطك، هي حاجة طبيعية بس ما تاخدي من حتة في جسمك تحطي في حتة تانية، الحتة التانية ممكن ما تتخدعش، الدهون دي مش بتاعتها هترفضها، تلاقي الدهون اللي اتحطت دابت او باظت يبقى العملية كلها باظت. وبعدين ما هي زي الفيلر كل 3-4 شهور لازم تتعاد. يا ست احنا ما صدقنا فهمنا الفيلر، هتدخلينا بقى في حاجة تانية ليه وتصعبيها علينا؟ دي اشهر فتية في الفتية. انت هتحطيها هنا هيعرف الله ده دي دون بطني. لا اطرد اجري يا ولا فيش الكلام ده. لا طبعا مش كده خالص بالعكس. هذه فتية مشهورة. ايه اخبار الفتية عندكم دلوقتي؟ فين في اسكندرية ولا في الجلدية ولا في لا في اسكندرية. هل اسكندرية اعلى في الفتية ولا في اي حتة تانية؟ بتالي اسكندرية ما بيفتوش يعني. مصر العربية بتالي كلها زي بعضها كله يعني. مفيش حتة اعلى من اكتر من حتة. واي حاجة بتطلع جديدة بتبقى الناس، او هي مش جديدة على فكرة بس يمكن بدأ الناس تتكلم عليها دلوقتي. هو انا اللي يعني المريض الاكثر طاعة في مصر على فكرة، المرضى الاكثر طاعة في مصر الصعيدة.
الصعيدة أكثر طعم من أي حتة. وأنا ما بيثقوا دكتور خلاص البلد كلها البلد كلها بتجي لك البلد كلها بتجي لك وبيسمعوا الكلام يعني تيجي مثلا كمان شهر أشوفك كمان شهر مشكلتنا بس إن إحنا بعيد قوي عن الصعيد في اسكندرية دي بس مشكلة رغم إن كتير بس هم فعلا لما بيثقوا في حد خلاص وهم فعلا بيسمعوا الكلام بس نص الإسكندرانية صعيدة أساسا جم من زمان وقعدوا جم من زمان وقعدوا نورتي الله يخليك تسلم أيوه اسكندرية نورتنا طبعا ضيفتي العزيزة دكتور أمل بركات استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر عضو البورد الأمريكي للليزر عضو جمعية الأفرو أسيوية للتجميل والاستشاري السابق بمستشفيات المنع بالمملكة العربية السعودية نورت الناس الحلوة خليكم دايما مع الناس الحلوة.